إياكم المختبر. إذا أكو فد شيء بس قولوا لي، أنا موت أنتبه عليه لأن أني قدامي بس الشباب هسه. أوكي؟ واضح قدامكم العرض؟ أي واضح. يلا عيني نبزي. Special connective tissue. أما أسمي special connective tissue أو أسمي skeletal tissue اللي هو النسيج الهيكلي. يسموه النسيج الهيكلي لأن يدخل ضمن مكونات الهيكل الجسم اللي هي البون والكاتريج. لذلك ممكن أسمي skeletal connective tissue أو أسمي special connective tissue. بالمختبر السابق أخذنا الكونكتيف تشو بشكل عام وقسمناه إلى جنرال كونكتيف تشو وسبيشال كونكتيف تشو، وأخذنا مكونات الكونكتيف تشو اللي هي الماتريكس والسيل. الماتريكس راح يتكون من الجراوند سبستانس والفايبرز. إذا المكونات راح تكون عندي الجراوند سبستانس والفايبرز والسيلز. مكونات السبيشال كونكتيف تيشو هي نفسها مكونات الكونكتيف تيشو اللي هي الماتريكس والسيلز، لكن يعني حدثت عندي هنا بعض التغييرات حسب الفانكشنز وحسب اللوكيشن، حسب الموقع وحسب وظيفه العضو، فصارت عندي بعض التغيرات بالماتريكس والفايبرز والسيلز. من اجي اقسم السبيشال كونكتيف تيشو راح اخذه الى جزئين اللي هو الجزء السبورت تيشو والهيموبايتكس تيشو. الهيموبايتكس تيشو اللي هو البلد اللي يشمل الريد بلاد سيل وايت بلاد سيلز والبلاتليت، وهذا كله اخذناه مختبر تايب اوف سيلز. اليوم راح ناخذ السبورت تيشو اللي هو الكاتريج والبون. كاتريج يشمل هليان كاتريج، الاستيك كاتريج، فايبرو كاتريج، البون كومباكت بون والسبونج بون. كلها السبيشال كونكتيف تشو هنا قلنا صارت عندها تغيرات حسب الوظيفه والموقع بحيث تقدر تتحمل بيرنينج اوف ويت وزن الجسم. ستراكشر اوف كاركترايستيك شيرد باي ذيس تشو. شنو الخصائص اللي مشتركه بين السبيشال كونكتيف تشو؟ احنا قلنا هو يتكون من ماتريكس ويتكون من سيلز، والماتريكس هو عباره عن فايبرز وجراوند سبستانس. المكون الاول اللي هو الماتريكس، من صفاته او خصائصه بالنسبه للسبيشال كونكتيف تشو لازم يكون سول فليكسبل سترونج. هذا من صفات الماتريكس. اما السيلز راح تكون عندي لها صفه معينه انه هي تكون داخل كافيتيز اسميها لاكونا. طلاب اكو فد شيء؟ عافيه اذا اكو فد شيء قولوا لي لان انا ما اشوف بس الشاشه قدامي. كل شيء واضح؟ ماشي اوكي؟ دكتور الطلاب يقطع صوت ده يقطع عندكم؟ هي مزيان اذا شخص يم مزيان والبقية لا، يعني الانترنت هو صوته اذا يقطع عندكم. دكتورة بس خلي يسدون المايكات. شلون عني؟ يسدون المايكات على مستوى اوكي يابا بس سدوا لنا المايكات. نرجع لللاب مالتنا اوكي تمام. بعد اذا قطع لا زين اوكي زين. هسه قلنا الستركتشر كاركترايزيشنز اوف باي او شيرد باي ذيس تشو. قلنا يتكون الكونكتيف تشو من الماتريكس ومن السيلز. الماتريكس صفاته يكون سولد فليكسبل وسترونج. السيلز تكون موجوده داخل كافيتيز بالماتريكس اسميها اللاكونا.
يكون عندنا العضو محاط او محيط بغشاء او البيريكوندريومز. هذا شنو فائدته؟ هذا هو المسؤول عن انتاج الانسجه الجديده generating new tissue. فهسه الستركشر الماتريكس صفاته solid, flexible, strong حسب الموقع. مثلا البونز لما تتحمل وزن الجسم الثقيل فالماتريكس مالتها تطلب انه يكون كل السولد. السيلز كونتين ماتريكس كافيتي، ان السيلز تكون موجوده بتجويف بالماتريكس اسميه اللاكونا. وعندي البيريكوندريومز الغشاء او الغطاء اللي يحيط بالعضو، وهذا هو المسؤول عن generating new tissues. هسه نجي على الكارتريج. بشكل عام صفات الكارتريج intermediate between dense connective tissue and bone هي حالة وسط بين ال dense connective tissue وبين البون، يعني هي لا كلش صفاتها نفس ال dense connective tissue ولا هي نفس البون، هي حالة وسط بيناتهم. شلون؟ تكون tough but flexible. تكون الكاتريج tough لكن عندها flexibility على مود تعطيني فرية لل support structure its support. السيرفيس مالتها قلنا يكون محاط بالبيريكوندريوم الغشاء، هذا هنا هسه راح اعرفه. The surface of most cartilage structure are surrounding by a wall vesicular dense irregular connective tissue membrane called pericondriomes. إذا تعريف pericondriomes هذا اللي هو الغشاء أو الغطاء اللي يحيط بالcartilage واللي هو متكون من dense irregular connective tissue المكون مالته. زين، هذا pericondrium هو راح يكون المسؤول عن ال thickness اللي هي الثخن نقدر نقول عليها للكارتريج. الكوندروبلاست هنا احنا الكوندروبلاست هي نفسها الفايبروبلاست، هاي السيل مالتي السائده بالكونكتيف تشو. قلنا السيل السائده هي الفايبروبلاست اللي هي تنتج لي الفايبرز، هنا السيل السائده هي الكوندرو بلاست هي نفسها الفايبروبلاست. الكوندروسايت هنا اللي هي اعتبرها ماتشور كاتريج سيل اللي هي الكوندروبلاست راح تنطيني او تكون لي الكوندروسايتس اللي هي ماتشور كاتريج سيلز. وقلنا السيلز راح تكون موجوده داخل سمول كافيتي اسميه اللاكونا. كلها طب اللي حكينا عليها بالخصائص الثلاثة اللي قلناها بالبداية راح نرجع لعدنا هنا. السيلز مالتي هي الكوندروبلاست اللي تكون داخل اللاكونا، والبريكوندريومز اللي هو الغشاء أو الغطاء اللي يحيط له بالكاتريس، وصفة الماتريكس مالتي tough and flexible. There are three types of cartridges اللي هو هيليان cartridges, elastic cartridges وفايبرو cartridges. هسه ناخذ كل واحد من عندهم واشوف شلون اميز بيناتهم. هيليانس كارتريج هذا اول نوع اللي اسميه الزجاجي دائما لان هو جلاس لايك تشو، من صفاته جلاس لايك تشو. هو يكون ميكس اب ا فيري لارج بارت اوف ذا فيتال سكيلتون اللي هو السكيلتون للجنين. بخلال الديفلوبمنت او نمو الجنين راح يتحول هذا الكارتريج. هذا موقعه أو مكانه، لكن من صفاته يتكون الماتريكس مالته من الفيرم هيموجينوس جيل ميد أوف كوندروتين سلفيت أند كولاجين. الصفة العامة للهيلان كاتريج أولا غطاء أو غشاء البيريكوندريوم يكون موجود فيه. اثنين المكون أو الفايبرز الأساسي هو الكولاجين، هاي أهم صفة بي. كذلك السيلز مالتة تكون أما سينجل أور النيست أوف سيفر سيلز اللي تكون أما يعني سينجل وحدة أو تكون على شكل نيست تجمعات من السيلز كأنه عش داخل الكافيتيز اللي هو اللاكونا. لوكيشن مالتة
قلنا يكون الامبريون ديك سكيلتون الهيكل الجنين ويغطي لي لونج بون ان جوينت كافيتيز يغطي نهاية العظام الطويلة وموجود بالريبس موجود بالنوز وموجود بالتراكيا اند لارينكس هذا اللوكيشن الفانكشن مالتي قلنا هو سبورت اللي هو يدعم ويقوي ويقاوم الضغط يدعم ويقوي لي ويقاوم الستريس الضغط العالي هسه الكاتريج الصفه الاساسيه بي شنو راح تكون البريكوندريومز يكون موجود الفايبرز السائد هو الكولاجين والسيلز ماته تكون اما سنجل او النست داخل اللاكونا واضح ان الهيلان كاتريج بالنسبه لكم طلاب نمتوا وعفتوني شنو القصه واضح بس انت قاعده يعني هذا الهليان كاتريجز هذا الغطاء او الغشاء البريكوندريوم اللي هو الوردي اللي يحيط بالكاتريجز واللي هو قلنا اللي يولد لي الانسجه الجديده والغطاء هذا يكون موجود شو اسمه بالنسبه للصفات قلنا يكون الماتريكس متكون بشكل اساسي من الكولاجينز النوع الآخر اللي هو إلاستيك فايبرز أو العفو إلاستيك كابرز نسميه similar and basic structure to هيليان كابرز نفس الستركتشر مثل هيليان كابرز يعني شنو؟ يعني البريكوندريومز موجود وعندي ال شو اسمه ال أيضا السيلز ماتي موجودة داخل الكابيتي اللي هو اللاكونة الاختلاف هنا بالكونتين A significant amount of elastic fibers in the matrix. الاختلاف هنا فقط راح يكون بالماتريكس. شلون؟ الماتريكس هنا أنا راح يكون عندي flexible أكثر لأن راح تكون عندي الفايبرز السائد هو الإلاستيك فايبرز. وين موجود هذا؟ موجود بصيوان الأذن إذا تلاحظون إنه هسه من الأذن صيوان الأذن إيش راح ألاحظ؟ إنه هو صلب لكن بمرونة. صلب ومرونه ليش؟ الالاستيك كاتريج من صفاته او مو صفاته نقدر نقول الفانكشن مالته يحافظ على الشكل والتركيب مع اعطاء مرونه عاليه يحافظ لي على الشيء مالتي والستركشر ويا الفلكسبيلتي يحافظ لي على شكل تركيب العضو لكن ينطيني فلكسبل هسه اخذنا الالاستيك واخذنا الكاتريج شلون اميز بيناتهم؟ البريكوندريومز موجود عندهم اثنينهم السيلز تكون داخل كافيتيز ايضا اثنينهم الفرق بيناتهم الى هسه انه الهيليان كاتريج الكولاجين هو السائد الالاستيك كاتريج هو الالاستيك فايبرز السائد به الفايبرو كاتريج اللي هو النوع الاخير عندنا هذا راح يختلف عن النوعين السابقه شلون هذا يفقد غشاء البري كوندريومز يفقد لي غشاء البري كوندريومز هذا عبارة عن روز أو كوندروسايت عبارة عن صفوف أو مصفوفة من الكوندروسايت اللي هي الخلايا عندي هنا تكون يعني شلون نقول عليها الخلايا صفوف من الخلايا بين أحزمة الكولاجين فايبرز بين of thick collagen fibers عندي حزم للكولاجين وتكون يعني thick هذه الحزم وعندي بيناتها صفوف من الكوندروسايت اللي هي الخلايا المسؤوله هنا عن انتاج الخلايا السائده في الكاتريج هسه احد يقدر يفرق لي بين ثلاث انواع من الكاتريج منو يقدر يفرق لي بين دول الثلاث انواع؟ علي كرار ها نايم؟ نعم دكتور شلون اني افرق بين الثلاث انواع من الكاتريجز؟ حسب المحتويات الموجوده فيه
اوكي، شنو هي المحتويات؟ مثلا الظروف الحساسه والميكاتيه. اساعدك شويه، المحتويات هي عباره عن الماتريكس والسيلز مالتي هنا والبريكوندريونز. السيلز نعم. موجوده داخل كافيتي، هاي ثلاثتها ما عندنا مشكله بيها. عافيه الا كونه. البريكوندريوم بالنوع الاول هي كاتريكس، يكون هذا الغطاء موجود. اي موجود هذا الغطاء بالبريكوندريومز بالهيليان كاتريج. بالنسبه للالاستيك كاتريج ايضا موجود، لكن بالنسبه لي اخر واحد اللي هو الكولاجين. اي هذا عباره عن صفوف او احزمه من الكولاجين وبيناتها صفوف من الكونترو سايتس اللي هي الخلايا. نعم دكتور. لكن غشاء البريكوندريومز اي غير موجود. ليش تطلعون ليفت من المختبر؟ ليش ليفت؟ مو هذا راح يسجل عندكم وقت الخروج ووقت الدخول، هاي كلها على مود ما نسأل. لا دكتور احنا موجودين بالمختبر. يلا عيني. هسه نرجع لمختبرنا. هسه هذا حكينا عن الكاتريجز. راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو البون، العظام عندي. اللي راح تتقسم الى كومباكت بون اللي هي تكون العظام الصلبه او الكثيفه اللي من صفاتها سول ودنس بون which make up the يعني amounts of layers. لكن سبونج بون اللي تكون مور pure powers اللي هي بيها ثقوب او يعني نقول عليها فتحات اكثر من الكومباكت بون. كومباكت بون اريد شويه تكونون وياي على مود نقدر يعني نفصله بشكل بسيط. عندي اذا اخذت مقطع طولي كومباكت بون نظام اسميه نظام هارفس. نظام الهارفس سيستم اللي هو نسبه الى الشخص اللي اكتشفه سموه على اسمه، هو عباره عن وحدة أسطوانية تسمى أوستيون. وحدة أسطوانية الشكل أسميها الأوستيون أو أسميها هارفس كانو. بالنسبة للأوستيون بالمركز مالته the center of each أوستيون is a whole space. المركز مالته فارغ يحتوي بس على one or two blood capillaries اللي هي الشعيرات الدمويه اللي تغذي لي العظم. اذا هسه اني من اخذ مقطع طولي بالعظم راح يظهر عندي نظام اسميه نظام هارفس نسبه الى المخترع مالته، وهو عباره عن وحده اسطوانيه اسميها اما هارفس كانال او اسميها الاوستيونز. مركز الاوستيون قلنا يكون هول سبيس فارغ، وسط القناة تكون فارغة، تجويف فارغ يحتوي فقط على عدد من الشعيرات الدموية اللي هي blood capillaries. عندي كل قناة توجد عندي حلقات من الصفائح العظمية أسميها اللاميلا. حول surrounding each central canal are surface concentrates rings of matrix called lamella. قلنا حول كل قناة توجد حلقات من الصفائح العظمية سميتها اللاملة. الأوستيوسايتس هاي راح تنتشر على اللاملة، خلايا الأوستيوسايتس منتشرة على اللاملة وتكون داخل تجويف اللاكونة، لأن يعني احنا قلنا الخلايا مالتنا تكون داخل تجويف اللاكونة، هذه الخلايا منتشرة على اللاملة داخل تجويف اللاكونة. خلايا الأوستيوسايتس تكون هي المسؤولة عن تكوين اللاملة الصفائح العظمية. بين كل اثنين لاكونة يوجد في قناة دقيقة فارغة هذه القناة تشع باتجاه الخارج فتعطيني مظهر أو شكل البيت العنكبوت. هذه القناة تنقل المواد الغذائية بين قناتي هارفس. نرجع نعيد الكومباكت بون
راح نقول المقطع الطولي. خلينا نعيد على الرسم اكثر. يمكن هنا المقطع الطولي يظهر لي نظام هيرفز اللي هو قلنا نسبه الى المخترع مالته، او يظهر لي الاوستيون اللي هو وحده اسطوانيه الشكل. مركز الاوستيون قلنا او وسط القناه يكون تجويف فارغ يحتوي على فقط الكابيلاريز للتغذيه الشعيرات الدمويه. حول كل قناه عندي حلقات من الصفائح العظميه اسميها اللاملا، وتنتشر عليها الخلايا العظميه الاوستيوسايت اللي تكون موجوده داخل تجويف اللاكونه. خلايا الاوستيوسايت قلنا هي فائدتها تكون مسؤوله عن تكوين اللاملا الصفائح العظميه. بين اللاكونا تمتد قناه دقيقه فارغه اسميها كانالي تيوب اللي تشع باتجاه الخارج فتعطيني مظهر او شكل العنكبوت. هذه تنقل المواد الغذائيه بين قناتي حافز. واضح عندي هذا الشرح؟ لو اعيد لكم يا عيني دكتور. ها حبيبي شنو عيني مو زين؟ الصوت يعني عندي الاغلبيه الصوت ده يقطعكم. اي دكتوره. يعني بسبب الضعف النت عندك، لان حتى السلايد يضوش اثناء الشرح. والله يعني هذا اذا ضعف النت بعد ما بيها بايدنا شيء نسوي. زين خلينا نعيد هذا. اذا اخذنا مقطع طولي بالبونز الكومباكت بون، راح يطلع عندي الاوستيون اللي هي عباره عن وحده اسطوانيه الشكل، وحده تشبه الاسطوانه. مركز الاوستيون اي وسط القناه تجويف فارغ يحتوي على الشعيرات الدمويه الكابيلاري للتغذيه. حول كل قناه توجد حلقات من الصفائح العظميه تسمى اللاملا. حول كل قناه اكو عندي صفائح عظميه اسميها اللاملا، تنتشر عليها خلايا الاوستيو سايتس اللي هي تكون داخل تجويف اللاكونة. داخل تجويف اللاكونة عندي اوستيو سايتس، وايضا بين شو اسمه كل لاكونة ولاكونة اللي يمها راح عندي قناة فارغة اسميها كانالي كيولي تشع باتجاه الخارج فتعطيني المظهر او الشكل اللي تشوفوه هذا قدامكم اللي هو شكل بيت العنكبوت. خلايا الاوستيوسايتس تكون هي المسؤولة عن تكوين اللاملا الصفائح العظمية. هذا اللوكيشنز مالتي هي البون، الفانكشنز مالتي البون سبورت اند بروتكت، تعطيني دعم واسناد للجسم، بروفايد ليفلز فور ذا مسلز. طبعا احنا قلنا البون ويا المسلز راح تعطيني شكل الجسم وتعطيني دعم للجسم ايضا سبورت، كذلك تساعدني بالحركه. ستور كالسيوم اند مينرالز اند فات، يعني راح يخزن لي الكالسيوم، يخزن لي المينرال ويخزن لي الفات. البون مارو او المارو انسايد بون هذا يكون مسؤول عن البلاد سيل فورميشن اللي هي هيمو توبيسس اللي هي قلنا البلاد سيل فورميشنز. اذا هسه عندي الفانكشنز مالت البون سبورت بروتكت، عندي مع المسلز راح تعطيني الشكل وايضا تعطيني حريه الحركه، ستور كالسيوم مينرالز وفات، وايضا داخل البون مارو راح يتكون لي البلود سيل فورميشنز. احد عنده سؤال؟ واضحه هاي بالنسبه لكم؟ البون إلى شنو القصة؟ واضح دكتورة واضح. هذا أيضا سلايد ثاني يظهر لي شكل الكنال أو الأوستيونز معتي. هسه عندي السبونج بون أيضا نفس المكونات، لكن قلنا عندي الفتحات أو البورز تكون أكثر بالسبونج بون. نحن نكون خلصنا السبورت اللي هي قلنا الكاتريج والبول. ناخذ
البلد اللي هو هيموفايتيك تيشو اللي هو البلد احنا هذا شارحي كله اللي هو يتكون من ريد بلد سيلز والوايت بلد سيلز قلنا هي جرانولار وان اجرانولار اللي هي قلنا نيوتروفيل وزينوفيل وتيزوفيل وايضا المونوسايت والليمفوسايت وعندنا البلاتلتس الصفائح الدمويه. هاي كلها شرحناها احنا سابقا. شنو اللي مطلوب من عندنا هنا؟ نعرف النورمال رينج مالتها في حاله انه الشخص اعتيادي ما عنده اي انفكشنز. شنو النورمال رينج للوايت بلاد سيلز؟ النيوتروفيل لازم تكون بين 50 الى 70%، الليمفوسايت 20 الى 30%، المونوسايت 2 الى 6%، والإيزونوفيل راح تكون 1 إلى 5%، البيزوفيل 0.5 إلى 1%. هذه الرينج اللي هي تكون في حالة قلنا الشخص ما عنده أي infections، ما عنده أي التهاب، ما عنده أي خلل، لازم تكون هاي النسب هي الواضحة عنده بالوايت بلاد سيلز. السلايد الأخير اللي هو شكل الوايت بلاد سيلز، وهي أيضا إحنا أخذناها الشكل مالتها. راح تشوفون جواها اكو نسب، النسب نعتمد على النسب اللي قبلها بالسلايد اللي قبلها. هذه النسب اللي نحفظها، يعني هي من مصدر لمصدر مرات تختلف باختلاف بسيط النسب، لكن هذا كان النسب الاحدث فهاي هي نعتمدها. وهذه اشكال النيوكلياس مال شلون اميز وحده عن النيوكلياس، وهذا ايضا اخذناه بتايب اوف سيلز. يعني منو عنده سؤال او استفسار؟ ناخذ فد نبحث سريعه عن الموضوع مره اخرى على مود تشوفون اذا عندكم سؤال. قلنا السبيشال كونكتيف تشو راح يشمل لي السبورت تشو والهيموبايتكس تشو اللي هو البلد، السبورت هو البون والكاتريج. كلها لازم الماتريكس مالتها يكون سول فليكسبل سترونج، تكون السيلز مالتها داخل كافيتيز بالماتريكس واللاكونا، والبريكوندريوم الغشاء المسؤول عن جنريتنج نيو تشو يكون يحيط بها. الكادريج قلنا هي انترميديت بين دنس كونكتيف تشو والبون. ها اكو فشي دكتوره مالت ال اي تمام. الكاتريج قلنا انترميديت بين دنس كونكتيف تشو اند بون، وقلنا الماتريكس هو تاف وفليكسبل، والبريكوندريوم الغشاء موجود اللي يحيط بيه، الكوندروبلاست اللي هي الخلايا السائده تكون موجوده او هي تنطيني الكوندروسايت اللي تكون داخل اللاكونا. وقلنا اكو 3 انواع من عندها هيليون كاتريج، البريكوندريوم موجود والفايبر السائد الكولاجين، الإلاستيك كاتريج البريكوندريوم موجود والإلاستيك فايبرز هو السائل، أما الفايبرو كاتريج فراح يكون عندي صفوف أو مصفوفة من الكوندرو سايد تكون بين أحزمة الكولاجين فايبرز، والبريكوندريوم يكون غير موجود. قلنا البون تشو اللي هو الكومباكت بون، قلنا الاوستيونز عندي هو الوحده الاساسيه، السنتر مالته يكون فارغ ب فقط البلود كابلاريز اللي تغذي لي البون، وايضا عندي حول السنترال كانال اكو لاميلا الصفائح العظميه اللي تنتشر عليها الاوستيوسايتس الخلايا اللي تكون داخل اللاكونا، وبين كل 2 لاكونا اكو قناه اسمها كاناليكيول اللي هي مسؤوله عن التغذيه بال او نقل المواد الغذائيه بين القناتين. يعني هذا شكل الكومباكت بون قلنا، والفانكشن واللوكيشنز مالته ايضا قلناها. هذا السبونج بون عندنا، وايضا البلاد قلنا احنا المكونات كلها نعرفها مالته وماخذيها، شكل الخلايا قلنا نعرف بس الوايت بلاد سيلز النسب الرينج مالتي لكل وحده ايش قد، وهذه شكل النيوكلياس بالوايت بلاد سيلز شلون اميز وحده عن الثانيه. هسه يعني منو عنده استفسار او اي شيء مو واضح بالنسبه لكم؟
محمد أمين، واضح بالنسبة لك المختبر؟ إيه دكتورة؟ أكو شيء يعني عندك استفسار؟ لا لا دكتورة ماشي. زين فاطمة، فاطمة عامر؟ لا دكتورة ما عندي شيء. ما عندكم شيء؟ زين هسه شنو تحبون؟ أكو عندكم أي شيء تحبون تسألون عليه؟ دكتورة الحضور وين؟ الحضور قلت لك حبيبتي، الحضور أنا هو الجهاز يعني البرنامج يسجل الحضور، ما ان احنا العلاقه يسجل وقت دخولكم وقت خروجكم، يعني اللي يطلع من المختبر اعرف امتى طلع والدخل اعرف امتى دخل. بالنسبه للكويز مالتكم كل ثلاث مختبرات نسوي لكم كويز. عيني ترى بلا زحمه، انا كان من على 9:15 النت مقطوع، كنت 9:15. اوكي ماكو مشكله يعني بهاي، المهم انه دخلت، من دخلت استمرين غير خلاص اي حاجه. يعني بالنسبه للكويز احنا راح نبلغكم قبل المختبر بكم يوم، راح يكون كل ثلاث مختبرات نمتحنكم بها كويز، مو مثل قبل كنا مختبر مختبر، هسه شويه راح نسويها كل ثلاث مختبرات نمتحن كويز. اكو يعني احد عنده استفسار او فشي لو ننهي المختبر؟ دكتوره باز يعني اذا اليوتيوب مثلاً شلون عيني؟ على مدة التسجيل دكتورة، إذا نزلنا التسجيل راح أنزل لكم، بس ما أنزل هذا التسجيل لأن الصوت بدا يقطع، أنزل لكم التسجيل على التليجرام وأنزله أيضاً على الكلاس مالتكم، تقدرون تفتحوه من هناك. تمام هسه إذا ما عندنا شيء أني أشكر حضوركم، مع السلامة. الله يحفظك.